أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية اكتشاف تمثال حجري يعود تاريخه إلى 2500 عام قبل الميلاد في خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت الوزارة في بيان أنه تم اكتشاف التمثال الحجري في منطقة تلة الشيخ حمودة الأثرية بخان يونس، مشيرة إلى أن مواطنا عثر على التمثال أثناء عمله في أرضه الزراعية. وأوضح المدير العام للآثار في الوزارة جمال أبو ريدة في تصريح صحفي أن التمثال كنعاني ويعود للمعبودة الكنعانية عنات، وهي آلهة الحب والجمال حسب الميثولوجيا والعقيدة الكنعانيتين، ويبلغ طول التمثال 22 سنتيمترا، وهو مصنوع من الحجر الجيري وبرأس متكامل من دون جسم، ويلتصق بالرأس تاج الأفعى التي كانت وفق أبو ريدة تستخدم عند الآلهة كرمز للقوة والمنعة. وأشار أبو ريدة إلى أن التلة التي اكتشف فيها التمثال هي أحد المواقع الأثرية المعروفة في جنوب قطاع غزة، وكانت عبارة عن الطريق البري التجاري القديم للحضارات المتعاقبة على فلسطين. اليوم نعلن عن كشف أثري في موقع الشيخ حمود الأثري بمدينة خان يونس، والذي يرمز لأقدم حضارة إنسانية عاشت في مدينة غزة، حيث وجد أحد الفلاحين الفلسطينيين من منطقة شرق خان يونس أثناء فلاحته لأرضه رأس تمثال، فقام مشكورا بتسليمه للجهات المختصة. قد قام الطاقم الفني المختص في وزارة السياحة والآثار بفحص التمثال والذي تشاهدونه الآن والمعروض أمامكم، والذي تبين أنه يعود للمعبودة الكنعانية عنات، وهي معبودة الحب والجمال والحرب بحسب الميثولوجيا الكنعانية، ويبلغ عمر هذا التمثال ما يقرب من 4500 عام. طبعا التمثال متكامل الرأس دون البدن، ويصل طوله حوالي 21 سنتيمتر. طبعا التمثال كنعاني يعود الى تاريخه الى القرن النصف الثانية 2500 قبل الميلاد.